هذا ابن ابني، ولد في المدرسة هنا، واستشهد أبوه بعد أسبوع. الحين أبوه ما طلناهوش تحت الرمل، ما قاعد يستنى فيه يشوفه. ما تقول لا ما ايوه حليب حليب عايش، ولا بنبت ولا حليب ولا معايا عادل حليب. اولادي ثلاثه راهم ما ليش حدا معي من وين بدير، ولا انا بصي عليهم ما ليش حدا بقول لك ما عندي دليل. ما بس الهم ربيتهم ايتام كمان اولادي، والله ايتام ربيتهم. ابوهم مات له 40 سنه وربيتهم هو الواحد هالقد كلهم. يعني ماذا طلعوا يتيم الثاني؟ ماذا ابوي طلعوا يتامى طيب؟ ولاد ابني بشربوا مي بدل الحليب، لسه حليب معي.